كابتن وليد سليمان نجم نجوم النادي الاهلي والقيمه والرمز والاخلاق والوفاء والانتماء. احنا عايزين وليد سليمان معانا في النادي الاهلي 10 سنين و15 سنه، وده اللي يمكن جمهور النادي الاهلي بيحسه، حب كبير يا وليد اللي بيحبه جمهور النادي الاهلي ليه يخليك تسد ودانك دي وتسد ودانك دي كمان. حابب تقول ايه للعيبه الرجاله؟ انت ما لعبتش النهارده لكن كان ليك دور كبير من اول يوم لينا في صن داونز يا وليد الحقيقه، وتحميسك وتحفيزك للاعبين لعيبه رجاله وضغط كبير، حابب تقول لكل لعيبه النادي الاهلي؟ ربنا يخليك يا رب. طبعا بقول لزمايلي مبروك، وقبل البطوله الناس دي بامانه يعني لعيبه رجاله، لعيبه عندها انكار ذات غير طبيعي للفرقه ولزمايلهم، دي حاجه كويسه ببارك لهم وبقول لهم ان شاء الله احنا كده خلاص هنفرح النهارده ونقفل، عندنا حاجات كتير جدا. اللي بيلعب في النادي الاهلي ضريبه بيدفع ضريبه ان هو خلاص كل بطوله بتعدي بيفكر في اللي بعدها. مبروك وان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله، وبشكر زمايلي وبشكر جمهور الاهلي بالاخص اللي هو دايما داعم لكل لعيب وداعم لي انا بالاخص، والحمد لله انا طبعا النهارده ليا انا وسعد سمير ورامي دي بطوله السوبر الثالثه الحمد لله، وعلى المستوى الشخصي دي البطوله العشرين ليا من خلال النادي الاهلي الحمد لله، ومبروك وعبالي الجاي ان شاء الله. تلاحم كبير وضغط كبير يا وليد، لكن الحقيقه فصلنا من صن داونز البطوله الافريقيه، كانت عندنا الرغبه موجوده بشكل قوي جدا في المباراه دي، لكن انا في كل سؤال بقول اللقطه اللي كابتن محمود الخطيب وكل اللعيبه بتلبسوا الميداليه دي لقطه كبيره جدا، مردودها ايه وايه الرساله اللي احنا ممكن نقولها باللقطه دي يا وليد؟ دي حاجة احنا طبعا يعني احنا مش عارفين نعمل ايه مع الكابتن، يعني الكابتن معانا وبيساندنا في كل حتة وكل سفرية، وسفرات صعبة جدا زي ما انت شايف، احنا ممكن خارج القاهرة خارج مصر بقالنا 15 يوم ولا 14 يوم والكابتن معانا وسفر طويل وطيران، احنا عايزين نعمل له حاجة، عايزين يعني احنا مش عايز اقول ان ده تكريم، الكابتن يستاهل اكتر من كده بكتير، والكابتن رمز لينا احنا وحاجة كبيرة جدا. كنا نتمنى نعمل حاجه اكتر من كده، بس دي اللي في يعني اللي في ايدينا، واللعيبه كلها بتحب الكابتن بتحب النادي وبتضحي زي ما قلت لك، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل باذن الله. وليد سليمان في قلب كل اهلاوي، وليد سليمان 10 سنين 20 سنه موجود في النادي الاهلي، ده شرف ليا الحمد لله. الواحد يعني بحمد ربنا واشكره ان انا النادي اللي انا وانا من صغري بشجعه وتمنيت من ربنا ان انا اكون موجود جوه الكيان الكبير العظيم ده، الحمد لله ربنا حقق لي امنيتي ان انا اكون موجود في الكيان الكبير ده واكون جزء من تاريخ النادي. الحمد لله بشكر كل المسؤولين على مدار السنين ان انا قضيتها في النادي، وبشكر كل جمهور الاهلي اللي دايما داعم ليا على المستوى الشخصي. شكرا حبيبي، الله يخليك.